عسلامة، مرحبا بيكم. انا اليوم باش نطيب المرقه الحلوه. حضرت شويه لحم، هذا لحم ماعز، تريفات هذوما من الكتف، وحضرت شويه عوينه شايحه، شويه زبيب، شويه بنان شايح، وهذا مشمش، وهذا حمص منفخ. حضرت شويه قستل، القستل شايح نفخته، بيته منفخ، وتوا حمرته شويه في شويه زيت ولا شويه زبده نحمروه. وهذايا لوز سمطته، نحيت له قشرته وحمرته شويه مع القستل، نحمروه يا اما في الزبده والا في الزيت اللي ساعدنا. وهذه بصله قصيتها للطقليه. عندنا ملح، قرفه، فلفل اكحل، وكركم، وزيت زيتونه. توا باش ناخذ كتريفات نتاع اللحم وباش نفوحهم. نحط شويه ملح، شويه فلفل اكحل، وشويه كركم. القرفه ما نحطش توا، القرفه باش نحطوها في الاخر. نصب شويه زيت مقدار نتاع 80 مليلتر، وتوا نخلط. الكتريفات نتاع اللحم هاني كما تخلطتهم، توا باش نحط اكل البصل المقصوص، نخلطو. وتوا اكل اللحم باش نخليه 20 دقيقة يشرب الملح والفاح، وبعد باش نركب الفطور. الكتريفات نتاع اللحم هاني حطيت نقلي فيهم، نقليوهم على نار واطية. اللحم تقلى، توا باش نحط اكل حمص المنفخ، نحط ورقة الرند، وباش نصب شوية ماء، نحركو. وتوا باش نغطيه ونخليه يطيب على نار واطية. اللحم والحمص بداو يطيبوا، طابوا نص طياب. توا باش نحط القستل، نحط اللوز، نحرك. وتوا نغطيه ونخليه يطيبك القستل واللوز 20 دقيقة. القستل واللوز طابوا، توا باش نحطك الزبيب والعوينة والبنان والمشمش، باش نحط عليهم شوية قرفة، شوية فلفل أكحل، وباش نصب مغرفتين زيت زيتونة، ونحرك. وكان ناقصة ماء نزيدوها شوية، أنا باش نزيدها شوية ماء. توا نغطيه ونخليه يزيد يطيب 10 دقايق. العوينة والمشمش والبنان والزبيب في ساعة يطيبو، ما نفوتوش العشرة دقايق. بعد 10 دقايق نطفيو عليه الفطور. المرقة الحلوة طابت، وهاني توا باش نطفي عليها وباش نعبيها في الصحن. المرقة الحلوة هاني كملت عبيتها في الصحن، وراني ذقتها، راهي جات بنينة بنينة برشا. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بالسلامة وشاهية طيبة.